السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير فطائر معمرين بكريم باتيسير، وهانتوما غادي تشوفوا شنو كنحتاج. وعندي هنايا تقريبا نص كيلو ولا 400 غرام ديال، ما كاملش نص كيلو، انا ما كنعبرش. المهم غادي نقول لكم 400 غرام ديال دقيق الفول. عندي هنايا جوج معالق ديال السكر سنيده، معلقه ديال الملحه. عندي هنايا خميره ديال الخبز، درت انا هنايا ساشي ونص. عندي جوج سكر ديال الفاني، وعندي واحد 100 غرام ديال الزبده. غادي ندخل الزبده ديالي في الاول مع الدقيق، نخدمها مزيان، عاد غادي نزيد الماء. وهاد العجينه هادي اولا لاباط كتجي بحال تقريبا بحال لاباط فيتي، بلا ما تورقوها بلا والو، تقدروا تستعملوها في اي حاجه بغيتو. ومن بعد ما عجنت العجينه ديالي، ها نتوما كما كتشوفوا العجينه راه كتجي رطبه بزاف وميدمه مع الزبده. غادي نخليوها تخمر وغندوز نوجد الكريم باتيسير. عندي جوج ديال الصفار ديال البيض، عندي هنايا جوج معالق ديال السكر سنيده، عندي جوج ديال الفاني، وعندي نص سطرو ديال الحليب وجوج معالق ديال النشا. واللي ما عندوش النشا يقدر يستعمل حتى الفورص، غير يكون داك الفورص ناعم، راه كتجي حتى بالفورص اولا بالدقيق كتجي ناجحه 100%. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه هذه ساهله، انا دائما هاد الطريقه عندي معتمده في لاكريم باتيسير، كتجي لذيذه بزاف. غادي نخلط هاد المقادير كامله مزيان، عاد غادي نزيد الحليب ونخلط مزيان. ضروري ما تخدموا هاد المقادير هادي، عاد تزيدوا الحليب. ومن بعد ما خدمتها مزيان، هانتوما كتشوفوا واخا كتكور ماشي مشكل، غادي نخويو عليها الحليب وغادي تسرخى. ولا بغيتو ديروا طرو ديال الحليب كتضوبلو المقادير. هاد المقادير اللي عطيتكم ديال جوج صفار ديال البيض، جوج معالق ديال النشا اولا الدقيق، تقدروا تستعملوا حتى الدقيق ماشي مشكل، فورس غير يكون ناعم. وغادي نكملوا الكميه ديالنا ديال الحليب حتى نوصلوا نتسطروا، وغادي نردوها فوق العافيه باش طيب وما نزولوش يدينا، ما حدها كطيب وحنا كنحركو، الا غفلنا عليها كتلصق. ما خصكمش تغفلوا عليها، كنأكد عليكم، وكتجي ناجحه 100%. ويا راه دغيا كطيب ما كتعطلش، ها نتوما كما كتشوفوا. وغندير فيها واحد معلقه ديال الزبده من بعد ما طابت، غنخلطها مزيان حتى كتذوب داك الزبده ديالي. وغناخد واحد الزلافه غنخويها فيها، كما كتشوفوا كنحاول نذوب داك الزبده كامله حتى كتذوب، كنخلطها مزيان باش تدخل فيها. وغادي ندوزو نخويو هاد التزلافه هادي اولا شي اناء كما بغا يكون، بانيو ولا كما بغيتو،
غير هو ضروري ما تغطيوها باش ما كديلكمش داك القشره من الفوق. قدو تغطيوها وهي سخونه ماشي مشكل. بهاد الطريقه هادي وكنحطوها على جنب. باش تبرد ضروري ما تغطيوها وهي سخونه. وبعد ما خمرات العجينه ديالي كما كتشوفوا راه دوبلات في الاناء اللي كانت فيه، غير انا هبطتها وغادي نقطع العجينه ديالي الكويرات بحال هكذا باش عاد غنشكلها. تقدروا ديروا اي شكل بغيتوا ماشي مشكل. كما كتشوفوا بعد ما شكلتهم كويرات غادي ناخذهم غنطلقها مزيان وغناخذ الكريم باتيسير ديالي غنديرها في الوسط ماشي في الوسط، غنديرها كما كتشوفوا في الفيديو. وغادي ناخذ واحد سكين اولا الموس ديال البيتزا اللي عندكم ماشي مشكل، حتى اللي ما عندوش هذا الموس بيتزا متوفر يقدر ياخذ اي موس عنده ويقطع الزوائد من الجناب. وكنحطوها في اللاطه ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. تقدو تعمروهم بالتفاح من بعد ما كطيبوه مع القرفه حتى هو كيجي لذيذ. كنديرو حتى انا مره مره وفوقاش ما درتو دابا نشاركو معاكم. كنطيبو حتى هو كنعمر به هاد الفطائر هادو حلوين كيجيو لذاذ بزاف. وهنايا في المانيا كيقولو لهم ابفلتاشر كتجي لذيذه. هانتوما من بعد ما كرستهم غادي نخليهم يخمروا، ومن بعد ما غيخمروا غندهنهم بالبيض وغندخلهم الفران بطبيعه الحال يكون سخون من الفوق ومن التحت. ومن بعد ما خرجتهم من الفران هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو لذاذ بزاف وحويجه ديال الدار ما كاين ما احسن منها. كما كتشوفوا جربوهم راه كيجيو ساهلين بزاف ولذاذ. وبسلام عليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.